كان في بعض الأسئلة على المسألة دي اللي هي convert the following boolean expression to standard product of some form. ليه ده مش standard عاوز يحوله؟ لأن واضح من الاكسبريشن ان هو 4 variable او a b c d، والترمين الاولاني ما فهمش d، الاولاني ما فيهوش d والتاني ما فيهوش a. طيب هنحوله ازاي؟ كل واحد فيهم نضيف له كمية وكأنها مش موجودة، دي كأنها صفر. ليه كأنها صفر؟ طبعا بما ان دول اند بينهم وبين بعض فدول عمرهم ما هيبقى واحد، فأكنه دايما على طول صفر، فأكننا حطينا صفر. ناخد عامل مشترك من الكميتين هنلاقي نفسنا بنجيب الايه البرودكت الجديد ده، ونفس الحكاية فوق ناخد عامل مشترك من الكميتين نلاقي الاي والاي ده بار اتوزعوا في الايه في الترمين دول. يبقى اذا حولناه الى ستاندرد ازاي؟ اللي احنا شلنا الترمين اللي ما فهمش 4 فاريبل وحطينا بدلهم ترمين تانيين بقوا 5 بدل 3. ده سؤال كنا بنفكر مع بعض فيه.